هبدأ بيك، وإيه رأيك في مباراة الأهلي والمريخ وفوز النادي الأهلي بالثلاثية مقابل هدفين في ظل برضو حالة نسميها إيه من وجهة نظرك برضو؟ طبعا يعني مش عايز اخش الاول في الكلام الفني، احنا معانا النهارده حالات كتير هنتكلم عليها، واتمنى يا ريت الناس كلها يفتكروا الحلقه دي عشان برضو يعرفوا ان احنا هنا في قناه النادي الاهلي كل امورنا، كل واحد عنده وجهه نظر بيقولها بكامل حريته، مفيش عندنا مشكله، مش على طول الوقت بنقول ما الامور الايجابيه في الفريق، لا القناه بتسمح لنا ان احنا نقول كده ونقول كده والدنيا طبعاً. ده طبيعي اصل الوحش باين. لا اصل انا بقول كده ليه؟ عشان بنيجي في ايام تانية ندافع، في ايام امانه مثلا موسيماني بيعمل حاجات كويسه جدا، فالناس تطلع تقول لك ما هو طبيعي انتوا هتقولوا عن موسيماني هو كويس وبتاع عشان انتوا في قناه الاهلي. طب ماشي، اتفرج النهارده على الحلقه واسمع اللي احنا هنقوله عشان بعد كده تبقى بالنسبه لك ريفرنس لما تيجي تفكر ان اكيد الراجل برده بيشتغل والراجل عنده حاجات حلوه جدا، واكيد ساعات بيغلط، واكيد ساعات برده محتاج دعم، فالناس تعرف ان لعيبه كره القدم والرياضيين ما بيمشوش على تراك واحد طول الوقت. لكن اللي انا عايز اتكلم عليه في البدايه كابتن اسلام، طبعا اكيد كلنا ملاحظين حاجتين في الاونه الاخيره، منها في مباراه نقطه بصراحه ناس يعني كلموني كتير عليها وهي الاعادات امبارح في المباراه. الاخراج انا اعتقد ان احنا لتاني مره بنواجه بعض المشاكل في اخراج المباريات، واتمنى يعني ما بحطش اي نوع من انواع سوء الظن او نظريات المؤامر، ولكن اتمنى ان احنا نبقى واضحين شايفين حاجه من اساسيات الشغل. انا كمتفرج وكمشاهد ما ينفعش اكون بتفرج على مباراه في لعبه يحتمل فيها ضرب الجزاء والمشاهد عايز يعني يتاكد تتعادش خالص، في لعبه ما تعادتش خالص، ماتش غير المريخ. خالص اللعبه تعاد بعد ربع ساعه 10 دقايق، انا حسبت 10 دقايق كامله، مش 10 دقايق يا عم لا عشان نبقى دقيقين جدا، اول مره اشوف 10 دقايق دي برضو يعني غريبه 10 دقايق لا يا كابتن، لا وال 10 دقايق دي ايه؟ هيحصل فيها كم حدث؟ لا ده ال 10 دقايق انا نسيت اساسا اللي حصل في، انا عايز اقول لك والله يا كابتن اسلام في احد مباريات الدوري الايطالي، فرصه خطيره جدا تحولت لضربه ركنيه. حضرتك تخيل كده اللاعب لما ياخد الكوره ويحوط دي عند رايت الكورنر عشان يلعب ضربه ركنيه، هتاخد كام ثانيه؟ 3 4 ثواني مثلا. والله والله العظيم حلفان انا اهو، المخرج عاد الفرصه ازاي ما اعرفش، والله بحلف 4 ثواني المخرج، يعني شفت الفرصه لايف وشفت الاعاده ورجع والله، واللاعب بيلعب ايوه الضربه الركنيه. وانا الحقيقه بسمع، عمال اسمع في تبريرات في امور تخص هذا الامر من الصبح، انا مالي يعني، انا كراجل مشاهد ولا أيوة. كراجل اهلاوي أيوة. انا مالي بقى مين عمل ايه ومين صح. ايه ومين صح صح. ايه مليون في المية ومين اللي ما عادش ومين اللي عاد ومين اللي ما بيشجعش الاهلي ومين اللي بيشجع صح. كل ده ولا يفرق معايا، انا اللي يفرق معايا كمشاهد ايه الشغل نفسه، ان انا هو ليه الكوره ما اتعادتش بس صح. كده لو كمان